السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية شباب، وكل عام أنتم بخير ومبارك عليكم الشهر. اليوم رجعت لكم في مقطع خفيف إن شاء الله بيكون تجربة للعبة اسمها Moving Out. اللعبة هذه متوفر كديمو على كل الأجهزة تقريبا، تقدرون تجربونها، وقلت بما أني بجربها مع الشباب ننقل لكم هذه التجربة في المقطع وتشوفون وتتعرفون عليها. فكرتها جدا جميلة وعجبتني وتصلح لأربع لاعبين سواء مع العائلة أو الأصدقاء، تلعبونها بنفس الوقت وبنفس الشاشة. ننطلق الحين مع التجربة ونشوفها مع بعض. يلا نبدأ. اوكي، كل واحد يضغط ايه ويعدل شخصية. طبعا الشخصيات في انواع، خليكم على هيومنز احسن. الجهاز يضغط. اوكي كنتين. شوف فكرة اللعبة الحين بتعرفونها من اول مرحلة تجريبية. عندنا اول واحدة راح تكون تدريب سريع، بعدين ندش بالاكشن. يلا دشوا. اول شيء ما عندك. كان اول شيء نتعلم على انك تشيل اشياء. شوف انا شايل كرسي الحين. شاشة. اللي هي الارض. يلا كملوا نشوف التوتوريال الثاني. اوكي يلا لا تطق. لحظه راح تتعلم. الحين تشيل بوكس وتوديهني بس. اوكي نيكست. هذه تيم وورك. اوكي كلها اثنين شنو واحده نوديها هناك بس. امسك وعلق اكس وجهها بس. شوف دير بالك بعدين راح لا يطيح في الماي. اوكي باقي واحد. يلا هد هد. يلا اوكي هذه شويه تكون صعبه، لازم واحد يشيل معاي. علق. يلا حلو. يلا نجحنا فيها. تعلموا. يلا تعلم. روح شلون الحين. علق اكس لما يطلع اخضر ناكدها. لا انطر هذا. اوكي حلو. عطى سلاب. اوكي حلو. يلا كمل. علمنا الحين على كل شيء. بلش تريننج كومبليت. سحبنا عليهم. ما ركبت. اوكي الحين ننتقل للمراحل. نبي نجرب اول مرحله. اوكي الشارع شكله حلو. نبدا الحين اول مرحله. مثل ما انتم شايفين في اوبجكتيفز هني تشوفون بونس ان دونت بريك ذا ويندو. احنا سوينا البريك في مره جربتها قبل. اول شيء كل واحد يشيل اشياء صغيره. اهم شيء التفاهم والترتيب. اول شيء خلص الاغراض الصغيره كل واحد يتفاهم معهم. خلنا افهمكم. في شاحن على اليسار تشوفونها تحتاج نحط فيها الاغراض. اول شيء السمول ايتمز هذا. يلا بعدين عاد نتعاون على الاشياء الكبيره. جو شوش. ترى مو سبق عادي يعني الوضع. يلا شيل معي. انا بشيل كسرتو. دونت بريك صح. يلا مشكله. كرسي نبي نجيب وقت. هاكاك انا بحاول اقطع الايتمز عليكم من هنا وواحد يرتبهم داخل الشاحنه. الطاوله هذه شوي ثقيله. وخر ليش عادني. ايوه شيل معي الغنفه. يلا الغنفه لازم شخصين. دقيقه انطلع هدا السحليه حطها. حتى الغنفه لازم ارتبها بالمساحه. مشكله. هاكم مال كرسي. اي مدري لا دخل الغرفه. دقيقه يصير نط بعد. كسرت الدريشه. لا شو بريك ويندو خلاص. يلا محمد اطلع الاحمر. اطلع ولا اطلع. اوكي واحد شيل معي هذا. لحظه شوي شو حسيت ثقيله. اوكي حلو. لف ترى لازم نرتب هنا المكان بعد مو تقطع عشوائي. اي لان فوق مكان فول. اي ودوهم داخل. انا برتب هذا الميكرويف. صعب والله ترتب. ترى يتكسر الميكرويف. لا ما في حذف خلاص. هو سحقت الارض بالطاوله. حلو. شجي معي ثقيله هذه؟ نساعدك. خلاص كمل بروحك. الحين في مهمه صعبه داخل. لحظه خلينا نشيل التلفزيون. التلفزيون ثقيل يا شباب. ابي مساعده. مو ثقيل. تاخذ معي هذه؟ خلاص هده. اي بس هذا يتكسر يعني شوي. لا من جاب العيد. ايش كسرت؟ ففي احد حذف الصندوق. شباب صار توقيتنا زين للحين. احنا بالذهبي. ها الثلاجة اوف ثقيلة. ها واحد المطبخ. واحد المطبخ تعالوا بسرعة الوقت. شوف خلينا نحاول نطلعها من الدريشة. علق اكس اللي تعلمناها قبل شوي. علق اكس. يلا لا هد انت اللي برا. قطوز اخر. ايوه حلو. يلا كملوا زين. ورا البيت في ما راح نجيب في كرسي على الاقل سيلفر. السرير ولا شلون؟ لا تعرف. دش الحمام ما تقدر تدش. ولا يلا خليني نجي داونت من ورا. اوكي اطلع من الباب. لف. ها لازم تلف فيك. ايوه لا كلش مو قادر. حلو اوكي ترى عندنا تو ايتمز. لف 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 لا برا اي برا. اخذ الشنطه هذه. يلا ثرو الكرسي يا مرض. حلو
دز شوي بس لا في شيء بعد لا ساعدني تمام باقي لنا ايتمين بس حطوهم حطوهم اللي معاكم خلصنا خلاص خلاص صار دخل داخل بس دش داخل شحنه تعال بس خلصنا المحل سحبنا عليها اوكي ما اعتقد انه ذهبي صح سيلفر شكله سيلفر اوكي ذهبي زين اي ذهبي زين دقيقتين وثلاث ثلاثين حلو بس تايم في الحين مرحله الاشباح ومرحله الشارع خلينا نروح للشارع اول بعدين أصعد الشارع اي خمس دقائق عندك شوف تطول تدري ليش لان فيها اغراض وتخطر الشارع لازم الحين ما فهمت اوكي تشيل الاغراض لحظه شباب الحين الاغراض فيهم مشكله خذ كل واحد ياخذ الشيء الصغير لحظه طق واي مثلا نبي نشيل الاشياء الثقيله طبعا الضفدع تشوفونه ما لكم شغل فيه يحاول يتلزق فينا ما ادري ايش يبي لحظه شوي 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 نزلوا مني طالع طالع نزلوا مني دي سيارات سيارات امشي امشي لحظه يا خواف اوكي لهني كافي ولا نكمل كمل كمل يلا مره واحده مره واحده نوصلها يلا انطر ما يصير ما يصير ارجع لورا يم 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 دش دش روح روح لا ما يصير صيده غرقت انا خلاص تعال ساعدني هذا ساعد يلا انا ساعد وصلنا اوكي خلينا نشيل اشياء خفيفه انقز في جمب اخر لا اح زين قطيته قبل ما اموت بالتذكير ان لوني ازرق هاكك بقط هذا الايتم لا غلط لا شوف والله صعبه مع هذه اوكي 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 شوي 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 على الراحه اح يا صحران ها اوكي دوختني هذه تنكسر دير بالك دير بالك الحمراء هذه قابله للكسر بيان بيان خشيل واحد يشيل معي بيان ثقيل جنبه يلا جايك جايك ها البيانو يلا شوي 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 روح 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 اوكي حلو كمل كمل فوق كمل زين صح زين تمشي عليه ها اي عادي 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 اي تمشي عليه تعال عبال اي والله ولي خطر اي قاعد عدى طيب انزل تحت سوي سبيس لا لا طق يا عمي هذه هذه الحين الايتم اللي معاي ثقيل حيل يلا اوكي الضفدع مش اسمك تعال ايش قاعد اخر ساعد اخر شيل الاركيد كمل بسرعه بسرعه يلا اوكي دوس 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 حسنا لا توقف حلو اوكي تعاون حلو الحين ترى وقت الوقت عندنا ممتاز للحين كمل 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 السيارات لازم والغنف هذه حرف ال لازم ثلاثة باقي اثنين سبع شو اسمه اشياء من هذا لا داسني اوكي اجين اجين في ثلاجه بعد ثقيله طلع 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 روح يلا روح 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 كم بس كلسي كلسي اوكي باقي 6 اوكي بس يبي له هني واحد يكون داخل يرتب انا برتب اوريدي مرتبين عادي لا صعب كلفت داسني سياره ثقيله في ثلاجة هني هذا فريزر يلا أقول نوصل نوصل لين نص الخط ونرجع تعال ناخذ شيء ثاني ناخذ شيء ثاني هذه هذه حرام كسرت التلفزيون علقت شو أوكي بس أرجع بعد باقي أربع أشياء شباب خلصنا خلصنا غلف هذه بس هذه ثلاجة ثلاجة تعال الأصفر هاي ثقيلة ثقيلة أبي واحد معي هني في شيئين هني ايه ده ده حاطينهم بس عشان نكمل بعد شوي خلاص يلا كمل 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 اللي معي على الغلاف وقف وقف رايك كمل روح روح توقيته ممتاز للحين نزل نزل اللي خلاص روح ما يكفي روح روح ابي ابي بس عمال يثبت هني احذف احذف محمد مسك الغنفه احذف اكس ايوه هذه اكس معي الغنفه هذه تعال تعال باقي هالثلاجه سعد روح روح نرتب روح انت مع خالد هيلب هيلب يطلع لي شخصين لازم ايوه شيل انطر انطر يلا بس باقي الغلط بس خلاص 25 حلو وصلناها يلا فوها اكس واخر اكس اكس اكتبوها ما نقدر مفتح خرب علينا الوقت الوقت يلا باقي شوي على هذا باقي دقيقة باقي ما نقدر نشيل يلا روح حلو خليكم داخل بس بس تعال داخل بس 100 100 حرام والله تاخرنا شوي لا ذهبي لا زين ذهبي اوكي شوف للمرة الثانية ذهبي شوف كل الاوبجكت سويناهم البونس حلو
طيب الحين عندنا البيت المسكون راح يكون في اشباح يخربون علينا التوصيل. يلا 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 شباب هذا البيت المسكون وين من وين نبدا؟ تبون من حديقه؟ لا من الصاله من البدايه. يلا الصاله سرعة على الطرف. وهذه الشاحنه اهم شيء انك كلثين مع بعض. الصاله بالنص بالوجه. روح حديقه يسار السوق الجديد. غرفه الطعام وغرفه الطعام. هاك كراسي تحركوها تحت. ولا 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 ايش قاعد تسوون؟ انا اقول كراسي خل بالشاحنه بس ترى يتحركون مهما توديهم. هذا ما له داعي كنا بعدين بعدين تعال الثلاجه. ما له داعي المطبخ شباب الثلاجه. هاي الحاشي الكراسي خلف. اي مسكون ترى مسكونين خلهم خلهم بعدين بعدين كراسي بعدين خلهم خلهم اخر شيء. لا لا في شبح قلت لك الحديقه فيها شبح. طيب نصعد فوق 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 شباب. في غرفه لحظه غرفه الطعام اللي فوق هذه. حلو 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 اخذت كرسي هذا كرسي. اوش صادني الشبح. الكراسي ينحاشون الحين خلهم خلهم بعدين خلهم ينحاشون صيدهم اخر شيء عادي. تعالوا تعالوا الصالة هذه ترى فيها كنب صعب شوي شوفوا ثقيل احتاج مساعدة. يلا من برا من برا من برا تعال نمشي مع الباب. يلا باب ورا باب باب ورا باب لف الحين انت لف انت لف وخر سعد لحظة انت لف اوكي اوكي يلا اطلع 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 حلو حلو اخذ معك الكرسي هذا المسكون. يلا حلو نفس الصالة نفس الصالة مشاري. تعال تعال انا غنفل عنده تعال هذه هذه اوكي حشيش الشباب تستر طالب. تعال تعال كل الحين لحمة لحمة انا غنف هذه اي صعبة صعبة يلا يروح الغنف ترى باجي واجد. اي يلا 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 قوم صعب صعب يلا بسرعة ابي مساعدة هني يا شباب. لا 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 قاعد انطق داخ ها؟ الاغراض تبهدلت. هذه 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 اللي عندي غنفه على اليمين تشوفوني قاعد اسحبها. يلا حلو حلو روحوا روحوا على اليسار فوق في غرفه طعام صعبه شوي فيها بعد شبح. يلا البيانو 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 مسكون. اوكي قاعد يطقنا كذا البيانو. محمد انت الاحمر يلا اوكي. تعال تعال كلنا هجوم على اللي فوق. هجوم على البيانو المسكون وهذه واحدة بعد ثلاث صار عندي بهدلة بهدلة ليش مرة تبين انت؟ قطوا فوق بعض اكس كان على الفاضي اوكي اوكي هاك 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 هذه واحدة وهذه واحدة لا كنا ماخذ مكان على الفاضي ما تنحسب لا بلا محسوبة محسوبة اذا قلت له غلط فوق بعض الحين السرير هذا اخر واحد تقريبا لا دقيقة باقي كرسي واللي معاكم الاغراض واحد اثنين ثلاثة خلصين ثلاثة بالحديقة نبي ثلاث شغلات بس انت تشوفون السرير مو قادر اطلع من فوق واحد لا خلنا اروح داخل يلا روح ها كلني هذا اسحب قاعد اسحب طيح طيح هذا اسحب 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 حلو طلعنا السرير اطلع انت بس 100 100 23 لا مو محسوب اوكي يلا سويت لكم مكان روح انجز 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 حلو بس سويت مو زين جولد ولا ما شفت جولد ما شفت جولد لا جولد اربع دقائق ما شفت سيلفر سيلفر اوكي سيلفر هذه هذه اصعب مرحله تقريبا والحين طلعنا سته من اثنين اوكي والبونس باقي لنا المس اب ذا ارت ورك في لوحات المفروض ما نكسرهم بعد على البونس بس تقريبا هذه يعني فزنا فيها المرحلة. في النهاية كانت هذه تجربتنا للعبة Moving Out. أتمنى عجبكم المقطع واستمتعتوا فيه. وهاللعبة مثل ما ذكرت أنها متوفرة تقدرون تجربونها وممكن إن شاء الله أنا راح أشتريها وأشوف المراحل أكثر فيها بعدين وأنقلها لكم في مقاطع أخرى إذا عجبكم هذا المقطع. يعطيكم ألف عافية على المتابعة. كان معكم خالد من Gamer Snack. مع السلامة.